محاربة لعصابات التهريب في شتى المجالات، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خليفة من تنفيذ عملية نوعية حجزت فيها 850 هاتف نقال ذكي من مختلف الأنواع وكمية معتبرة من مواد التجميل المختلفة، والمقدرة ب 23990 وحدة مموهة على متن شاحنة لنقل البضائع. نفذت هذه العملية باستغلال المعلومات تم على إثرها رصد الشاحنة المشتبه فيها، والتي حاول سائقها الفرار بمجرد رؤيته لأفراد الدورية، ليتم تتويق المكان وتوقيف الشاحنة التي تبين بعد تفتيشها أنها محملة بالمواد المهربة سالفة الذكر مموهة بمادة البصل. تجاوزت القيمة المالية للمحجوزات 3.5 مليار سنتيم. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة، فيما لا يزال شخص آخر متورط في حالة فرار. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.